أستاذ محمد، شنو هو مداخل الإصلاح اللي كتشوفوها كفيلة لتجاوز هذه الأعطاب اللي كاينة في مدونة الأسرة؟ أعتقد بطبيعة الحال أنا لست منتصرا إلى البعد القانوني التقني كمدخل وحيد لمعالجة وتجاوز كافة القضايا أو الثغرات أو البياضات التي تعتري مدونة الأسرة، لأنني أعتقد أن القانون لوحده غير كافي، وأهم مدخل لتجاوز مجموعة من المشاكل والخصومات والنزاعات الناشبة داخل الأسرة أعتقد هي ذات بعد قيمي، وبالتالي قانون ضروري، ولكن ولا بد أن يكون مسنودا بمنظومة قيم جامعة صلبة ومتينة التي يمكن أن تسعف القانون على تحقيق الأهداف والغايات المنشودة منه، على اعتبار أن كما قلت في بداية البرنامج أن القيم هي التي تعطي المدلول الحقيقي لهذه للقواعد مدونة الأسرة. وحتى لا ننسى أيضا أن مدونة الأسرة هي أو مؤسسة الزواج هي تستند على قيم وأحكام شرعية، بمعنى نحن اليوم أمام قيم دينية. هناك في الجيل الحالي نوع من الالتباس والغموض في تملكها وإعمالها، ولكن أعتقد أنه تعزيز منظومة القيم مهم، وتعزيز منظومة القيم ينبغي أن يتجند له مختلف الفاعلين والمؤسسات إلى غير ذلك، لأنه ينبغي الانتقال. لا نتحدث على إجراءات بسيطة لتعزيز القيم، ولكن نتحدث على استراتيجية عمل، بمعنى المناهج التربوية ينبغي أن تتضمن هذه القيم، البرامج التلفزية الرسمية بطبيعة الحال، الفن ينبغي أن يكون أكيد. في خدمة القيم، الإعلام أيضا بمختلف تلاوينه وأنواعه ينبغي أيضا أن ينخرط في تعزيز منظومة القيم، لأن معركة ربح أسرة مستقرة ومتماسكة رهين بمنظومة قيم منسجمة مع هوية المجتمع المغربي وخصوصيته الدينية والعرفية، وربما تدخل أيضا في المسألة ديال التقاليد. وبالتالي لست مع المزيد من التجزيء والتفريع في الحقوق والحريات ما بين المرأة والرجل، لأنه هذه المسألة لن تنتهي، وهناك هذا مسلسل من طبيعة الحال لن ينتهي، وبمجرد سنعدل مدونة الأسرة إذا اعتمدنا على القانون لوحده لن يمر 10 سنوات إلا وسنجد أنفسنا أمام المزيد من التجزيء والتفريع أكيد. في الحقوق أكيد. والواجبات، فعلا. والحال أنه مجموعة من المشاكل التي تفرزها الأسرة الإجابة ديالها متواجدة في القيم وليس في القانون، وبالتالي لا محيدة عن منظومة قيم تسند النص القانوني أي مدونة الأسرة.